متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر الصور الأقمار الاصطناعية التي تشير هذه الصور الأخيرة إلى تكاثر الكميات من السحب والغيوم الرعدية على طيل سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم. تقدم لبعض السحب الممطرة في أقصى شمال المملكة بسبب تأثر تلك المناطق بامتداد لمنخفض جوي في تلك المناطق. هناك أحوال جوية غير مستقرة من المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم السبت وتستمر حتى يوم الأحد، وتتمثل بهطول زخات أو فرص لهطول زخات رعدية من الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة بما فيها حفر الباطن، مرورا في حائل وأجزاء من المدينة المنورة وأجزاء من القصيم، ووصولا إلى المناطق الساحلية التي تشمل أيضا مدينة جدة ومرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها مرتفعات الطائف ومكة، وأيضا مرتفعات أبها وعسير، وصولا إلى أيضا مرتفعات جازان. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة توقع أن تستمر يومي السبت والأحد. إذا أخذنا نظرة أقرب على الأحوال الجوية في مدينة جدة، متوقع يوم السبت تحديدا والأحد أن تكون الظروف الجوية مواتية، أن تتعرض مدينة جدة لبعض من الزخات الرعدية من الأمطار القادمة من البحر، وذلك بسبب التدفق لتيارات هوائية رطبة قادمة من مناطق شبه استوائية، يقابلها تيارات هوائية دافئة من الجنوب وأخرى باردة من الشمال. تلاقي هذا سيؤدي إلى تشكل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي التي تشمل مناطق مختلفة من المملكة بما فيها المدينة مثلا أو مرتفعات الطائف ومكة وبعض المرتفعات جنوب غرب المملكة، وتتمثل على شكل زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وتشمل بذلك أيضا بعض السحب الركامية المتشكلة في البحر أن تدخل إلى داخل اليابسة بما في ذلك مدينة جدة. هذا طبعا ما يمكن أيضا ملاحظته عبر نماذج التنبؤات الجوية الخاصة بتوقعات الأمطار، والتي تشير إلى أن الأحوال الجوية اليوم كانت تشير إلى وجود بعض الزخات الرعدية من الأمطار على مرتفعات جنوب غرب المملكة بالإضافة لبعض الأمطار التي هطلت في المنطقة الشمالية من المملكة. أما بالنسبة ليوم غد الجمعة، فكما نلاحظ أن غدا الجمعة نهارا تكون الفرصة مواتية لبعض الزخات المحلية من الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة بشكل متفرق ومحدود، وتبقى فرص الأمطار في عرض البحر موجودة أيضا قبالة السواحل السعودية لبعض من الزخات الرعدية. أما في ساعات ليلة الجمعة على السبت فتتشكل سحب ركامية في مناطق أكثر قربا من الساحل، وتصبح مدينة جدة معرضة لأن تتعرض لبعض من الزخات الرعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، ومع ساعات صباح يوم السبت هذا الأمر يصبح أكثر وضوحا، وتتعرض المدينة بمشيئة الله لبعض من هذه الزخات إضافة إلى بعض مناطق المدينة المنورة. وأيضا لاحقا خلال ساعات نهار يوم السبت تمتد هذه الفرصة، تشمل أيضا أجزاء من حائل شمال القصيم وصولا إلى رفحاء والحدود السعودية العراقية، وكذلك الأمر المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. هذه الفرصة كما تلاحظون تبقى موجودة معنا مع ساعات مساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد، وتستمر هذه الفرص للأمطار حتى ساعات مساء يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، وتشمل من جديد مع ساعات يعني تقريبا مساء يوم الأحد مناطق ساحلية بما فيها أيضا مدينة جدة. ويستدعى طبعا إلى متابعة النشرات الجوية أولا بأول لمتابعة هذه الحالة وآخر تطوراتها، كونها تعتبر الحالة الأولى لهذا الموسم المطري، جعل الله موسم خير وبركة على المملكة. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون صافية، درجة حرارة 17 درجة مئوية، يميل الطقس للبرودة خارج مدينة الرياض في المناطق المفتوحة والصحراوية بسبب انخفاض في درجات الحرارة. دعونا نتعرف الآن على أحوال الطقس غدا في بعض من مناطق ومدن المملكة، نبدأها من المناطق الشمالية. إذن على ما يبدو أن المعلومات لا تظهر، لكن على كل أحوال معظم مناطق المملكة تشهد غدا كما ذكرنا استقرارا على الأجواء. هذه الأحوال الجوية المتوقعة بالنسبة للمملكة غدا. يمكنكم التعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن المملكة المختلفة عبر تطبيق طقس العرب، أو حتى زيارة موقعنا الإلكتروني. بشكل عام الأجواء غدا مستقرة عدا مرتفعات جنوب غرب المملكة التي ربما تشهد بعض من الزخات الرعدية من الأمطار كما هو معتاد في كل يوم. نعود ونذكر أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تبدأ على مناطق مختلفة من المملكة، شرحناها آنفا اعتبارا من نهار يوم السبت. كل ما تريدون معرفته حول الحالة الجوية يمكنكم زيارة موقع طقس العرب arabiaweather.com، أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحميلكم لتطبيق طقس العرب من المتاجر. دمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.